عن شعوره اليوم ابو فاروق. ابو فاروق اصبر عليهم اصبر عليهم خليهم ينزلون ذولي. لا يطلع بدبل هذا. اصبر خليهم يروحون. الله اكبر. الله اكبر فاروق فاروق. هذا فين جاي هذا؟ كذا في العجة طلع لي هذا الرجل ذا. كيف كذا؟ المشكلة واحد طالع اليمين وواحد يسارة. ما نعرف أصور مين. أخو العياج وذا اللي طايح. يا رعي الجيب! حول منه. أقفل الخط الآن. ايش من هو؟ طول عمرك حبيبي ما تقصر والله حبيبي. هذا ايش يسوي هذا؟ حرث حرث الارض. يلا وين الملوخيه وين الاغراض هذه قاعد. لا حتى اذينه كذا ولفت عليها انا. مع رده ما اعرف وينه. ما عندي ماجد معاه خليه انا ناديه وناديني. في جهاز لي مع رده خذه. يا الله يا الله. اخو العيال هذا اللي جاي منه والله انك كفو يا ولد. جوز الدخاري جوز الكلام جوز هذا العاهه ذا العاهه الثانيه طيرهم بدر والله انك كفو. ابو فاروق الثلاجه معاه تلعب.
على الدفن هناك. ما في رجل صاحي يجي كل اثنين الكناري اللي قاعدين هنا الجوز ذولي. تعلم من الجنب الثاني اللي انت نزلت منه، لا الجنب الثاني تعلم في جزيرة. يلا روح اقتلهم قتل. ايش دخل انا الهيس الاربد انت؟ خليه كذا تمام. امشي هناك توجهك. ليه درع شايفين على الحوة انت وياه؟ اخر هناك. هلا. الجهاز كل ما طلعنا هذا ارسل ارسل. وينك انت بس انا جاي؟ زيها يا ابو يا سعيد، زيها بس نزول، بس مو الان لا تنزلين اقول لك. طيب مصورنا عدسه ثانيه. جيت عند حوش غنم انا ما ادري والله العظيم، جيت عند حوش غنم. طيب ولد واخر على السيارة. اهلا ما شاء الله ربع. كفو صلاة على محمد. ابو خيفة ارسل عشان ارسل. باقينا ساعة الا ربع، الله يحفظك على المغرب. اذا كان ودك تمام غير المكان. يلا 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 لا خلاص يا عم، هذا ما يذبحني ذا. حول ولا قوة. شفت العاهات اللي معانا؟ هذولي هذولي، هذا خلاص هذا اخر يوم لهم. هذا من يوم ما دعس ابو ريم ما عادوا صاحي. من دعس ابو ريم ذا خلاص الولد ذا يبغى له كش. هذا يا اخواننا محطة الاخبارية السعودية. اخبارية السعودية جاي هنا تغطية لنا وتغطية لتحوس بحرة كذا. وهم انتوا تحسبوا مقابل واحنا نسوي مقابل. السلام عليكم. مساك الله بالخير. السلام عليكم. حياك الله. هلا وسهلا حبيبي. الله يبارك فيك. معليش اعذرك كبرتنا على قدنا. هلا وسهلا ابو حبيبي. حياك الله. ما شاء الله تبارك الله. وهذا خوينا الحبيب والعزيز والغالي ابو فيصل يسوي مقابله مع قناه الاخباريه السعوديه. طبعاً المقابل هو الأستاذ مصلح الشهري من قناة الأخبارية، يعطيهم ألف عافية على مجهوداتهم.
هذا حبيبنا جاء من المدينة مخصوص منورنا مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا هلا وسهلا حياك الله. اسمك ايش؟ فراس. فارس البلاد. والله ونعم فيك. حياك الله يا فراس. يا هلا والله وسهلا. هاي شوف هناك هناك قناة الإخبارية التلفزيون السعودي يصور معك. حبيبكم عاد طلعنا خطفته جبته معي. تعال من الشمس يا ولد خليه يشوفوك. يا الحين نبغى نقول لكم شيء انا وياه بس لحظات نوخر من المطبات هذه. يلا ارخي الصوت شويه كذا خلينا نتكلم. لا يا اخواننا يا متابعينا يا حبايبنا يا اللي تحبون رواد بحره ورواد بحره ما تقصر معاكم في اي شيء. قنوات كثير سبقتنا بصراحه ووصلت اعداد مهوله بالمليون وبالمليون ونص واشياء يعني انتم ادرى فيها يعني ما نبغى نسميها ولا نبغى نقول شيء بس ما هي متخصصه في الامور هذه. قناتكم تناشدكم يعني لو كل واحد مشترك من المشتركين 30,000 الله يبارك فيهم ويزيدهم ان شاء الله جاب واحد ضروري ضروري لكل واحد مو بس واحد جيب اثنين ثلاثة خليك شنب هذا الشنب هذا الشنب. وبعدين بجد والله يعني لو كل واحد وصل انا جاتني والله جاتني رسائل يا ابو فيصل كيف الاشتراك طلبوني يعني بيكون متابع بس مجرد كل فترة كده بيدخل ويشوف في مقطع نزل وجاء الاشتراك ما هو مكلف يعني مش ما هو بفلوس يعني مجاني الاشتراك مجرد تعمل ايميل تسوي لك ايميل وتدخل تضغط كلمة اشتراك في نفس القناة حيجيك يقول لك ادخل ايميلك والباسورد حقك. طبعا اي ايميل لازم له باسورد كلمة سر تعدي انتهى الموضوع وتضغط اشتراك هذا هو. وصرت من متابعينا في اي لحظة ينزل فيها الفيديو او العشرة ثواني يجيك اشعار يعني زي رسالة الواتساب ورسائل الايميل انه في شيء بريد جديد جاك حتشوفه حتلاقي المقطع نزل على طول. يعني هذا طلب صغير نطلبه منكم حتى يعني قناتكم مش ضروري يعني يا عمي ضبطونا نضبطكم. ايوه ايوه اذا تبغون فله أيوة. اذا تبغون عم عيضه وين وين الفاروق قد الكفر برا نازل هوا. وهذا فاروق افتح الباب الشباك من عندك شباك 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 يا ولد قدم شويه اقول لك انت منسم زياده. هلا وسهلا حبيب قلبي الله يطول عمرك. هلا هلا حبيبي هلا 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 ايوه ايوه ما لا احد يدخل التل المرعب. سلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا اهلا 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 جبر حياك الله. هلا وسهلا هلا وسهلا والله الله يسلمك. هذول العيال اوكي دقيقه ايه امورك طمنا عنك. وهذه للي اصحاب العز علي حياكم الله. ما في زين كبير والله على المعدوده بس ان شاء الله ادبر لك. ابشر ابشر حبيبي. يلا يلا السلام عليكم مساكم الله خير. شكرا يعني بصراحة نتمنى إن شاء الله كذا على الشهر الفضيل رمضان كذا نقفل عدد يليق بقناتكم بصراحة. مليون مليون والله إنهم كفوا والله يجيبونها والله يجيبونها كفوا بإذن الله. بعد الإخبارية اليوم كمان حصير في وضع آخر لازم لازم. اللهم صل على
يرجى من حضراته أعضاء كروب رواد بحرة التوجه للمرحلة الثالثة. هلا حبيبي تعال تعال. هلا بالعيون. الثلاث قرب قرب قرب. لحظة بعطيهم بعطيهم سكر. ورحمة الله وبركاته. هذه مجموعة كشافات محلات الرماية. هذه تستخدم لجميع الأغراض. في جلسة، في عندك شغل في السيارة، فين ما تبغى شيله مغناطيس حطه من هنا، حطه في المكان هذا وتركه في هنا. فين ما تحطه. ما حقول لك يعني لشيء معين، إنما متعددة الاستخدامات. تصليح، جلسة، سهرة، ولع لمباتك وتوكل على الله. لحظات الآن نشوف النور حقه. هاي دقيقة ولا شوف هذا إضاءته، يعني صراحة يدي غرض. شغل شغل هذا واحد منهم اللي هو الأول المستطيل. طبعا في كده الإضاءة صعبة، بس يعني مدي نور ممتاز يعني. وهذا اللي هو الصغير أديني إضاءته، يعني تقريبا أضعف شيء بسيط من الآخر. هذا اللي يبغى إضاءة هادية. إضاءة هادية البنت له استخدامات متعددة. بنشرت صلحت عند بيتك في أي مكان، غزه في الولاعة واشتغل. الثالث عن طريق اللي هو الكبير طفي تركي. الثالث عن طريق الكبير هذا عن طريق البطارية دايركت. وهذا اللي هو الكبير هذا إضاءته، يعني مو بطال والله، أقوى منه شوية كده. يعني زي ما قلنا استخداماته متعددة. تحياتي للجميع. السلام عليكم ورحمة الله.